سلمى نحن مكملين بصباحنا لليوم. أكيد رشا وصلنا لفقرتنا الاجتماعية. أكيد رشا رح نحكي اليوم عن فقرتنا مثل ما حكينا ببداية الحلقة، عم نحكي عن الرسم وقديش ممكن الرسم يكون له فوائد بالتعلم عند الأطفال، وحتى يمكن مو بس باكتساب مهارات ولكن أيضا بالتربية وبالتنشئة، وهو علم حديث دخل بالعموم بطرق التربية وحل المشكلات النفسية وغيرها من مشكلات السلوك والاضطرابات ممكن يعاني منها الأطفال بسن مبكر. رح نتعرف أكثر عن هاي الطريقة وكيفية العلاج بالرسم وتشخيص المشكلات مع ضيفتنا علا دلول، مدربة تشخيص مشكلات الطفل وداعمة نفسية. أهلا وسهلا فيك يا علا. يسعد صباحي. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام. هلا. هلا إذا رجعنا للتاريخ وللعلم علم النفس بنشوف إنه كان في شيء وقت اللي بيكون في حدا مريض عنده مشكلة نفسية كانوا يعطوه ورقة وقلم ويقولوا له رسم، وكانوا يقدروا يحللوا شخصيته ومشاكله شو عم بيصير معه من خلال الخطوط اللي رسمها على الورقة. اليوم الطفل بأي عمر ممكن أنه نحن نعرف أنه عنده مشكلة، ممكن أنه يلجأ للرسم ونقدر من خلال رسوماته نتأكد أنه عن جد في مشكلة. أول شيء يسعد صباحكم. صباح الخير. هلأ أنا مثل ما الطفل عندي بلش يمسك الورقة والقلم، فهون صار عندي أداة كتير كبيرة لحتى الطفل والأهل يفهموا بعض. فالرسم عندي هو أداة بتعبر لي عن التوتر، بتعبر لي عن اضطرابات المخاوف لدى الطفل. فهون عندي لأنه هو الطفل عندي يا وقت يمسك الورقة والقلم فهو هون بيحكي مع هاي الورقة برموزه الخاصة، كل شيء عنده باللاوعي بالخيال بيأصق على هاي الورقة من دون أي مخاوف من دون أي ضغوطات، لأنه هاي بيعتبرها هو بالنسبة له هي أحد طرق التواصل. لأنه أنا عندي الطفل بيتواصل بطريقتين، تواصل لفظي وتواصل مهاري، من هذا التواصل المهاري هو الرسم. طيب هو اي خط بتحسي سلمى عم بيخطه على الورقه عارفان شو عم يعمل يعني؟ صحيح. هو هو مو مجرد شخبطه، هو هون بالنسبه له هو تفريغ، عم يهرب من دوشه هالعالم كلياته، عم يمسك هالقلم ويبلش يكتب يرسم. اكيد صحيح. ولهيك دائما بنحكي نحن انه تحليل الرسم يعني هي ما القصه انه نحن نتعامل مع الطفل انه اذا هو موهوب بالرسم او لا. تماما. لا اترك انت ما بتعرف ترسم، لازم دائما نشوف شو خلفيات أكيد. هاي الخطوط نحكي من ايمتى بنقدر نبلش نحلل الرسومات او الاشارات اللي ممكن يعطيها الطفل، كيفيه استخدامها، هل لازم تكون مع فقط الاستاذ اللي بيعلمه يعني هي مهمه الاستاذ بالمدرسه هو ينتبه، ولا هي مهمه العائله، ولا في مدربين متخصصين؟ هلا انا عندي بلش فسر رسومات الاطفال عندي من عمر 5 لـ6 سنين لانه هن الرسم بيكون اقرب للواقعيه. انا عندي كثير حالات بتجي انه انا ابني عمره 2 عم يمسك القلم وشخبط. شو يعني انت قلتي الشخبطه شيء مو منيح؟ لا، من عمر 2 لـ2 سنين انا هي اسمها مرحله الشخبطه عادي، هي ما لها اي مبرر، ما لها اي معنى. عندي من عمر 3 سنين لـ4 سنين هذا الطفل عندي رسمه غير مخطط، يعني هو شو بيشوف بيرسم، ممكن يرسم لك مثلث يقول لك هي ماما، ممكن يرسم مربع يقول لك هذا بابا، يعني مو بالضروره انه رسمه في له معنى. انا العمر اللي باخذ له معنى بالتفسيرات هو من عند من 5 لـ6 سنين بعتذر 5-6 سنين، فهون هو بجسد لي رسمته واقعيه اكثر، بتجسد لي الظروف اللي هو عم يمرق فيها بشكل اوسع. تمام. هلا الاخصائيين اكيد عندهم درايه كامله بكل رمز عم يرسمه الطفل على ورقته. اليوم اذا هيك حبينا نفك الشفره علمينا يعني كمان نحن نشوف اطفالنا يعني بيرسموا شيء او شيء، شو هو قصه الفوبيا الرسم على الحيطان يعني مشكله؟ هي زينه بتحسيها انه هيك تفريغ يعني. خلينا هيك مثل ما قلت لك هيك نفك شوي الرموز، يعني اليوم طفلي انا اذا مسك الورقه او القلم ورسم لي شيء حابه اني اعرف هو شو عم يصير داخله، شو عم بيعبر شو دلاله رسماته. تمام. هلا اول شيء نحن بدنا نتفق على قاعده معينه انه انا عندي كل مبالغه بالتكبير في مشكله، وكل مبالغه بالتصغير كمان في مشكله. المبالغه بالتكبير عندي هو هون تسلط، حب الذات، ممكن يرسم لك ابوه بشكل كثير كبير بنص الورقه، ممكن هون يكون مثلا ابوه هذا ابوه متسلط، ممكن لا هذا ابوه مركز العائله. عندي كمان كل مبالغه بالتصغير هي سوء تقدير ذات، تحجيم، دونيه، انحطاط. هذا الطفل يعني عنده تحجيم ذات بشكل كثير كبير،
ممكن ايضا عندي يرسم لي الاكل. انا هذا الطفل صحته منيحه بده يعمل دايت ما عم يقدر، محروم من الاكل. يعني وقت اللي بيجي يعبر عن والده انه هو حدا شخصيته قويه، شخصيته حدا قوية. ظالم عليه او حدا كثير حنون، شو ممكن هيك الطفل اللي يخط على ورقته؟ هلا مثلا انا الشمس عندي دائما، هي الشمس هي محور الكون. فالاب عندي اياه هو محور الاسره، الشمس محور الكون والاب محور الاسره، فالشمس دائما بشكل بنسبه 90% هي بتعبر لي عن الاب. رسم لي اياها بوسط الورقه، فهون بيرسم لي اياها انه الاب متمركز، اخذ مركزه، اخذ قيمته. اذا رسم لي اياها بالقسم اليميني، دائما نحن عندنا القسم اليميني هو قسم الالم، والقسم اليساري هو قسم الامل. فانا على حسب الرسمه، على حسب مكان الرسمه، وين بيحط الاب، حطه بشكل انه قريب منه، حطه بشكل بعيد عنه. رسم الطفل حاله، ايديه كثير ممدوده، فهذا الطفل هو بحاجه لمساعده. اذا رسم لي الطفل ايدين محذوفه بالكامل، نحن بنعرف انه الايدين هي عندنا اياها امان. انا وقت صافحك مدلك ايدي، فانا مديت لك امان. وقت الطفل يحذف هاي الايدين، فهو طفل قلق، طفل بحاجه امان. مثلا ايضا عندي انا بيرسم لي عيون، ممكن تلاقي رسماته كلها عباره عن عيون عيون عيون، وهذا الطفل هون هو بيحس حاله انه هو مراقب، هذا الطفل قلق، في شيء مو مريح. عيون كيف ما التفت عيون حواليه. اغلب البنوتات عندي بيرسموا قلوب، بيرسموا وردات، فنحن بنعرف البنت بطبيعتها هي حساسه عاطفيه، بتحب القلوب، بتحب الالوان الزهر، فبطبيعه البنات. طيب استاذه علا، خلينا نحكي شوي اليوم خلال هي الفتره اللي مرينا فيها، يمكن صار في عنا كثير من الاطفال ايضا مروا غصب عنهم طبعا مجبورين بظروف الحرب. شفنا كثير دورات صارت تنعمل للرسم بالذات، لحتى مثل ما بيقولوا إعادة، هيك إعادة تنشئة للأطفال، تفريغ للأطفال، معرفة شو المشاكل النفسية، كيف آثار هاي الحرب عليهم خلال هالعشر سنين، وخصوصا في طفل ولد عمره السنة هلأ صار عمره 10 سنين، هالعشرة بالحرب. فأدي هذا خطير، كيف عم تتعاملوا حاليا؟ أبرز الحالات اللي عم تيجيكم تتعاملوا معها، إن كان بالجمعية أو إن كان يعني باختصاصك. أطفال الحرب للأسف. هلا نحن في جمعيتنا، بجمعية صبون، نحن فاتحين باب الاحتضان لهي الأطفال. أغلب الرسومات نحن بتجينا أجزاء مفككة من الجسم، ممكن تلاقي راسم بارودة ودم، ممكن تلاقي هاي مشاهداته تماما، هذا الشيء اللي هو عاش فيه، اللي علقت بزلاله، هلا عم بيفرغها بكل شيء باللاوعي عنده. هلا هو عم بيطلعها بهي الورقة، عم بيفرغ، هو وسيله لفك ضغط، ممكن يقول انا فك ضغط، فبيرسم لي، يا بيرسم لي زلمه ميت، يا فانا من خلال هاي الرسمات انا بقدر فوت، من خلال رسمته انا مكتشفت المشكله، من خلال الرسمه انا كمان بقدر حل المشكله، من خلال الرسمه انا بقدر اعمل له تناغم نفسي، بعمل له جلسات استرخاء، جلسات يوغا، جلسات دعم وهيك. طيب اليوم الطفل وقت اللي بيمسك ورقته بيرسم مثل ما ذكرتي بارودة، جسة، هون الوعي أو اللاوعي، يعني هو قدران يعرف هو شو عم يرسم، أو شيء لاوعي عم يخليه بس عم بحرك إيده عم يرسم هاي الخطوط لتطلع معه هاي الصورة بالنهاية؟ بحسب عمره، نحن قلنا على حسب عمر الطفل. فإذا كان أنا عندي طفل عمره 5 سنين 6 سنين هو جايني بهي الرسمة، هون في مشكلة، هو أسقط لي بشكل واقعي. هون اللاوعي؟ هون باللاوعي. باللاوعي. هو هون فرق تتكلم. لأنه أنا وقت أعطي الطفل ورقة وقلم وقل له رسوم، أنا ما بأملي عليه أي رسمة. أنت احكي مع الورقة اللي بدك إياه من دون أي ضغط. طيب هاي كمان شيء كتير مهم رشا، اليوم أحياناً الأهل بيغفلوا هذا الموضوع، خلينا نحكي شوي هلأ نتوجه للأهل. ايمت لازم يبلشوا يفتشوا بالدفاتر يشوفوا شو ممكن، احيانا مو حصه رسم، ممكن على دفتره العادي يكون راسم، مشخبط، عامل رموز معينه. هلا عندنا العوامل اللي انا بعتمد عليها هو عدد الرسمات. يعني انا كأم وقت بدي اقرا رسمه طفلي، انا ما رح اقرا من اول رسمه، انا شفت انه ابني راسم رسمه تكراري، قصدي تماما رسمه مو ظابطه، خلص انا ابني عنده مشكله، لا، أنا بدي تمام تابع رسمات ابني بما لا يقل عن شهرين بزمن متسلسل وراء بعض، وأنا انتبه شو التغيرات اللي عم تطرق بين هالرسمة وبين هالرسمة، شو ضاف، شو حذف، شو ظلل، شو محا، أنا هي كلياتها بدي يكون عم تابعها كأم.
ايضا عندي كمان انا عندي نوعيه الالوان، توازن الالوان، شو الالوان اللي بيعتمد عليها، الالوان الداكنه، الالوان الفاتحه، بيعتمد لي ابدا ما في الوان ما بيلون بالمره، هي كمان انا كلياتها بتفرق معي. ايضا انا بيفرق معي قوه الخط المرسوم، يعني اذا خط كثير فاتح فهون انا في عندي مشكله، اذا خط كثير غامق انا كمان ايضا هون في عندي مشكله. ومن اهم النقط انه انا ما املي على ابني شو بده يرسم، انت رسم مثل ما بدك، شو بتحب انت رسم بعيدا عن اي ضغط. واهم نقطه، اهم نقطه، انا وقت ابني يمسك الورقه والقلم ويرسم، بس خلص رسمه انا ناقشه برسمته باسلوب ودي واسلوب محبب له، لانه انا ممكن انا كأم شفت رسمه انه والله راسم لي اب ايديه كثير كبار، انا هون الايدين كثير الكبيره، انا وقت بدي اشوفها معناته هون في هذا الطفل عم يتعرض عنف، لانه هو ركز لي على الايد. ممكن لا، هذا الطفل ابوه هو بيشتغل عازف جيتار فبيشوف ايديه كثير كبيره، لانه عازف الجيتار بده قوه بالايدين لحتى يقدر يعزف. فانا بدي اسال الطفل، انت حبيبي شو هون، شو قصدك بالرسمه، انت ليش هيك راسم، ليش هيك ملون؟ ممكن يجيني طفل انا ما عنده رسمته ما فيها ولا اي لون، انا هون بدي اساله انت ليش ما لونت، اذا هو ما لون من تلقاء نفسه فهو في مشكله. اما اذا عدم وجود الالوان فانا هون صار في خلل بتشخيصي، لانه نقصت اداه من ادوات التشخيص عندي. هلا كونه ذكرتي انه نحن مو مفروض من اول رسمه نحكم على طفلنا، فالعلاقه هي تبادل بين الاهل والاخصائي، في تعاون مفروض يكون، انا بدي راقب طفلي بالبيت شو كيف عم يتصرف، شو عم يرسم، وبقدر من خلال هدول الرسومات انه اقدر افسر للاخصائي شو عم بيصير مع ابني. كيف تعاونكم اليوم مع الاهالي؟ وخبرينا عن الحالات اللي اجت لعندكم، كيف كانت نتائجها؟ كيف كان تعاون الطفل معكم؟ هلا الحمد لله الاهل، يعني هلا بلشت توعى، بلشت توعى انه انا وقت يكون ابني يجي لعندي انه في اضطراب، في مشكله، هذا الشيء مو خطا. نحن كاشخاص كبار نحن معرضين للاضطرابات، تمام. نحن معرضين لحتى يصير عندنا مشكله ما، فهذا الشيء مو عيب. نحن هي النفس البشريه معرضه لانه تكوني كثير انت بمزاج عالي وتكوني انت كثير بمزاج مو منيح. فنحن بجمعيتنا بنعمل كثير دورات، حملات توعيه، دورات دعم للاهل، لانه الاهل هن بالنسبه لي الحلقه الاولى، الحلقه الاساسيه، هي طبعا. عمليه العلاج هي سلسله مترابطه مع بعضها، والحلقه الاساسيه هن عندي الاهل. متى ما كانوا الاهل معي بهي السلسله بشكل كثير منيح، بشكل كثير قوي، عم يتعاونوا معي، فنحن بنتجاوز مشكلتنا باسرع وقت ممكن. اما اذا صار في خلل فهو في خلل صار بعمليه العلاج كلياتها. وهون بقى طيب نحن بنقدر نتدخل؟ كيف فينا نتدخل؟ يعني احيانا بكون المشكله حقيقه هي من الاهل، وقد ما حاول الاستشاري، وخصوصا في هلا استشاريين صاروا بالمدارس يعني بيتعاونوا معاكم، قد ما حاولوا يتدخلوا، بس اذا المشكله موجوده عند الاهل شو بنقدر نعمل؟ اذا المشكله موجوده عند الاهل، انا كدوري كاخصائي اني انا اقعد حتى الاهل ناقشوا، حاوروا، افهم شو وجهه نظره، انت ليش رافض هذا، ليش رافض مشكله ابنك؟ طيب انت في مشكله انت لازم تعترف فيها، هذا الشيء مو خطا. يعني انا بدي حاوره مو بيقولوا لك احكي مع كل شخص على حسب قدرات عنده. طب تعرضتوا لهيك حاله انه كان في اهل رافضين حاله ابنهم؟ هلا بنرجع دائما نحن بنقول هذا الرفض هو كثير طبيعي، امر طبيعي بدافع الحنيه، الامومه، انه انا لا ابني لا، تمام، مستحيل يكون عنده مشاكل، خلص هو منيح، هو كثير منيح وكثير طبيعي. مرقتوا بهيك قصه بهيك حاله؟ أكيد. كيف كانت القصه؟ احكي لنا، خبرينا. هلا كان في عندي انا حاله، هو عمره 3 سنين، فجاييني هو في عنده مبين في مشكله من خلال رسمته، من خلال نطقه بيتعرض عند الطفل بتأتي رسماته كثير فاتحه، خوف برافو. فانا هون في عندي مشكله، فانا وقت اجيت عم بحكي مع الام انه لو سمحتي بدي انا يعني انه نقعد نحكي ندردش سوا. قال ليش؟ لا ولا شيء، بس انا حابه انه دردش معك، افهم شوي عن هذا الطفل، عن حالته. لا لو سمحتي انا ابني ما فيه شيء يا مدام،
المشكلة واضحة، الولد عم بيتقطق، يعني ولد طبيعي ما بيتقطق، هو عمره 3 سنين لازم ما يكون بيتقطق. فبعد عدة نقاشات وعدة محاولات وعدت آخر شيء لا الحمد لله اقتنعت، التقيت بالأم، التقيت بالأب، لأنه كانت المشكلة من الأب. تمام؟ إنه ما بده؟ لا، طلعت المشكلة هي كلياتها من الأب، الأب هو فوبيا بطريقة تماماً، عامل له كتير فوبيا للطفل، فبسبب هاي الفوبيا صار عندي يا الطفل بتأتأ، بسبب هاي الفوبيا أنا الطفل صار عنده عدم تقدير ذات، صار عنده تحجيم، ما عاد شاف حاله، خلص صار يرسم، هو اجتني رسوماته كتير صغيرة بشكل كتير متدني وبسفل الورقة. فبعد يعني بعد 3 شهور من العلاج، بعد 3 شهور من المتابعة الحمد لله ومن جلسات النطق، لأنه التأتأة عندي كمان تحتاج لجلسات نطق، الطفل عندي الحمد لله هلأ اندمج مشي حاله؟ أي الحمد لله. معناتها قدمهم اليوم سلمى التوعي عند الأمهات والأب أنه بالعكس هي الحالة كتير طبيعية وكتير صحية اليوم ضمن مجتمعنا، وخصوصاً نرجع منقول بعد سنوات الحرب نحن ذاكرة امتلأت عنا، صار في عنا أرشيف من الصور يعني. هلأ أنا إذا بدي أتذكر شيء كنت أرسمه، أنت عم تحكي أنا تذكرت، أنا دائماً كنت أرسم شمس غيمة تحتها بيت ونهر ماشي وشجر. هلأ هي أغلب البنات عندي ياهن بيرسموا، ما بعرف أرسم غير أنا هي أغلب البنات أنا عندي بيرسموا بيت، بيرسموا شمس، بيرسموا عصافير، فراشات، نهر هيك بيزرق شو، عشب، ورد، هي أغلب الرسمات هي رسمات طبيعية. ما في شيء. لا كلها يعني بتحسي عن بيت الأهل. تماما، العائلة. تمام. الأغلب البيوت عندي هي بتدل على العائلة. وألوان متناغمة مع بعضها، ألوان متناسقة مع بعضها، فهذا بدلني على التناغم النفسي للطفل. أكيد. يعني معلومات مهمة جدا اليوم أخذناها من حضرتك، بدنا نشكر وجودك معنا أكيد، نتمنى نكون عم نضيق على مواضيع وبتهم الأسرة بشكل أكيد. بشكل عام ويستفيدوا من ضيوفنا الاختصاصيين. شكرا كثير لك. يعطيكم العافية. بدي أتشكرك، وهيك دائما بحلقات تانية جيبي لنا هيك رسومات فيديوهات خلينا نشوف ونخلي المشاهدين يعرفوا كيف اليوم عم تتم عملية التشخيص لرسومات الطفل. إن شاء الله. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.